ازيكم يا ابطال، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. معاكم يحيى، ولسه مستمرين في سلسله حلقاتنا برطمان التحفيز، وده كلامكم اللي بتقولوه وبتحفزوا بيه بعض، وبنحاول اننا نضيف عليه بعض اقتباسات عشان نقدر اننا نحفزكم، لان العامل النفسي مهم جدا ليكم عشان تخطوا المرحله دي بامان. ودايما هقول عليكم ان انتوا ابطال واستحملتوا حاجات كتير جدا في الفتره الاخيره من توتر واعصاب وملل وكل حاجه. النهارده ان شاء الله معانا زميلتكم عائشه. قالت ايه؟ هتطلع معاكم دلوقتي على الشاشه. لا يهم إن كانت خطواتك بطيئة، المهم ألا تتوقف. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعني أنت طول عمرك لو ماشي حتى بطيء ولكن في خطأ ثابتة عشان توصل لهدف معين، المهم إن أنت ما تقفش. هنشبهها بإيه مثلا؟ أنت طالع الدور الثاني، طالع سلمة سلمة، المهم إن أنت ماشي في الطريق الصحيح. أنت هدفك توصل الدور الثاني، ما تجيش عند الدور الأول وتقف عشان أنت ماشي بطيء، لا، قوم وكمل الدور الثاني، حتى لو وصلت الدور الثاني بعد 10 دقايق، لكن ما تقفش في الدور الأول وتقف، لا، خد 5 دقايق كمان واطلع الدور الثاني. هو ده بالنسبة للهدف، أنت ماشي بخطأ ثابت، ممكن بتتعركل، طبيعي تلاقي خوازيق كده في الطريق، بس الشاطر بقى عند اللي بيعدي الحاجات دي وبيقول ان انا هفضل اكمل عشان اوصل للهدف بتاعي، حتى لو انا ماشي بطيء ولكن انا بتعلم من خطأي ده، لكن ما اجيش في نص الطريق مثلا والاقي صعوبات كتير، لا يا عم مش مكمل، ده انا كل شويه اخش في صعوبه او اخش في حاجات كده ملهاش لازمه، يا عم انا ماليش انا في الحوارات دي، وتروح سايق، ده هيكون اكبر خطأ ممكن تعمله في حياتك. بص كده لكل الناجحين هتلاقيهم كلهم تخطوا بمرحله صعبه جدا في حياته. يعني اقول لك ممكن تخطوا لمرحلة الافلاس، احباط وكل ده، ولكن تعال شوفهم هتلاقيهم مليونيرات دلوقتي بالعمل والطموح بتبني المستحيل. يا ريت لو عندك اي مقولة تحفيزية اكتبها لي في التعليقات تحت عشان نقولها الحلقة الجاية. اشوفك على خير يا بطل في فيديو جديد، مع السلامة.